تعالى اقول لكم ازاي نعمل التشيكن وينجز المقلي بالطريقه الصحيحه. اول حاجه طبعا انا جبت الدجاج، بجيب الاجنحه، بقطع الحته الصغيره دي مش عايزها، بعد كده بغسل الدجاج كويس قوي عشان نشيل ريحه الزفاره. قلت لكم شويه ليمون، شويه ملح، شويه خل، شويه دقيق، وتدعكوا بيهم الدجاج كويس، بعد كده تغسلوه بميه عاديه. تمام، اهو بعد ما انا عملت الطريقه دي هاجي بقى هنا ميه سخنه، هبتدي انزل بالاجنحه بتاعتي كلها عشان تطلع معاكم مقرمشه وطريه ومستويه. اسلقوها في الاول، تمام، ما تحطوهاش نيه. حلو كده. هنحط ايه بقى على الميه دي؟ هحط عندي هنا زعتر فريش، روزماري فريش، طبعا لو عندكم دراي مفيش اي مشكله هيمشي، لون طعام عشان تديكوا لون حلو زي اللي بتطلع في المطعم. خلي الميه بتاعتي لونها احمر كده. تمام، هنزل بملح، ملح كمية كبيرة شوية عادي لان كده كده المية دي هتتصفى. هنزل بشوية شطة، شوية كمون، وشوية كزبرة. هقلب بقى الكلام ده كله كده، واسيب الدجاج بس ياخد غلوة كده، ياخد يعني تلات ارباع تسوية، وبعد كده هصفيه وهوريكم ازاي هنعمله فرايد. هيطلع معاكو 10 على 10. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده 10 دقايق ربع ساعة يدوبك اجنحة الدجاج تبتدي ان هي تغلي بس شوية في المية، تاخد 3 ارباع تسوية. هبتدي ان انا اصفيها كلها واخليها تبرد، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل الخلطة بتاعتها اللي انا هقليها في الزيت مع دقيق وتوابل، طبعا هقول لكم عليهم في خليكم تعملوا احلى فرايد اجنحة دجاج، بلاش تشيكن وينجز. اول حاجة هنا جبت الدقيق، طبعا بعد ما سلقناها جبت الدقيق والمكونات بتاعتي، ملح وبابريكا، فلفل ابيض، ثوم بودرة، بصل بودرة. تمام، هحط دول كده كلهم على الدقيق. هضيف عندي كمان نشا اللي هو دقيق الذرة. تمام، هبتدي ان انا اخلط كل الخلطه بتاعتي دي كده اهي الطريقه دي. طبعا اجنحه الدجاجه انا سالقها، انا حاطط ملح في الميه ففيها ملح، فما نزودش الملح في الدقيق. تمام، دلوقتي عندي اجنحه الدجاج جاهزه اهي، هكسر عليها بس 3 بيضات. دلوقتي هنكسر البيضه، بعد كده 3 بيضات دولت بخلطهم كده مع الدجاج. تمام، بس عشان يدوني لزوجه بسيطه علشان يمسك الدقيق في الدجاج. تمام، مش كتير يعني، حاجه بسيطه قوي. طبعا انا عامل كميه كبيره، انتوا ممكن تستخدموا بيضه واحده كفايه. باخد بقى الدجاج بتاعي كده اهو، انزل بيه هنا في الدقيق، وابتدي ان انا اخلطه حلو كده، وابتدي ان انا اضغط عليه شويه. ليه؟ عشان الدقيق يعمل معايا طبقه فوق الدجاج. طبعا الدجاج مستوي، انا يا دوبك بس هنزله في زيت سخن يا دوبك ياخد لون ويبقى كريسبي من بره، وهيفضل اللحم بتاعه طري من جوه اهو. بعد كده بنفض الدقيق الزياده، شايفين الشكل بيبقى عامل ازاي اهو. هنزل بيه دلوقتي في الزيت سخن وهوريكم بعد ما يخلص هيبقى شكله عامل ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير. شوفوا اجنحة الدجاج شكلها عامل ازاي. خلينا نفتح واحدة، طبعا سخنة، شايفين الجناح ده صغير جدا، ها يعني ده دجاج اللي هو تقريبا 800 جرام. شايفين اللحم لسه طري من بره اهو من جوه، والخلطة اللي عليها شايفين اللون، طبعا اللون اللي احنا حطيناه في المية، حاجة ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الطريقه. لو عجبتكم ما تنسوش لايك وكومنت وشير. طبعا بقى تقدروا تحطوا الصوص اللي يعجبكم،
عايزين تعملوا كوكتيل صوص، عايزين باربيكيو، عايزين مايونيز مع سيراشا، براحتكم. الف انا وشكرا.